دلوقتي ميعادنا مع الاخبار اللي هتحصل النهارده، وابرزها مشاركه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في افتتاح 6 فروع لشركه جسور، وكمان النهارده التشغيل الفعلي للقطار الكهربائي الخفيف الار تي لاستقبال الركاب، واخبار تانيه هنعرفها من خلال هذا التقرير. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء هيحضر افتتاح 6 فروع لشركة جسور في عدة دول خارجية، مع بدء العمل بالمنصة الخاصة بالكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية، ودي خطوة مهمة لزيادة الصادرات المصرية. كمان النهاردة وزارة النقل هتبدأ التشغيل الفعلي لجمهور الركاب للقطار الكهربائي الخفيف LRT، وده بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح لمشروع القطار ومحطة عدلي منصور التبادلية المركزية. ومشروع القطار الكهربائي الخفيف بيبلغ طوله 103 كيلومتر وبعدد 19 محطة، وهينقل حوالي 1 مليون راكب يومياً. النهاردة وزارة التربية والتعليم هتسلم المديريات نتيجة الدبلومات الفنية، وده بعد انتهاء قطاع التعليم الفني من إجراءات إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول بنظام 3 سنين وال5 سنين.